أخرج الإمام أبو داود في سننه وكذلك الإمام الترمذي عليهما رحمة الله تعالى، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى أيضا من رواية العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أي بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، في رواية أبي داود، وفي الرواية الأخرى فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصول دعوة الحق. حديث ده يا جماعة فيه أصول الدعوة الصحيحة، لأن الدعوات كثيرة الآن، دعوات كثيرة جدا، وكما قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. لكن الحق هو الذي في الكتاب والسنة، والذي جاء به الكتاب أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى، وده العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو في كتب الفتاوى، كتب الفتاوى المعروفة جمع أهل العلم لابن تيمية رحمه الله تعالى كالشيخ عبد الرحمن ابن قاسم، جمع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجزء الثامن وهو كتاب القدر، قال: والعلم، ودار تعرف ما هو العلم، قال: والعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوله تعالى: من بعد ما جاءك من العلم. فالعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل. الزول يا جماعة إذا داري أعرف الطريق الحق، ليه يعرفه؟ يعرفوا عشان يسلكوا وعشان يدخل الجنة. انت دار تعرف طريق الحق، ليه دار تعرف طريق الحق؟ عشان تسلكوا وتدخل الجنة. طريق الحق هو الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وهذا الطريق ما يسمى بالدعوة السلفية. الناس قالين الدعوة السلفية دي حزب من الأحزاب وألفوها ناس وكذا وكذا وكذا، وعندهم إلى آخر أمور وأشياء مخالفة وحزبيات. الدعوة السلفية نسبة إلى السلف، السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. قال: السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. والدعوة السلفية هي دعوة الكتاب والسنة وما كان عليه هؤلاء الناس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الدرب ده يا جماعة الطريق ده حق ولا باطل؟ الشيء اللي كانوا على الصحابة مش حق. الحديث ده بوريك أصول الدرب الحق ده، بوريك الأصول. الدرب ده الزول اللي بيسلكه بيستفيد شنو؟ بيستفيد فوائد كثيرة جدا. يكفي ذكر فائدتين، وهاتان الفائدتان في الآية 100 من سورة التوبة، الآية رقم 100 من سورة التوبة فيها الفائدتان ديل. الفائدة الأولى
أن الله يرضى عنك. أنت كان الله رضى عليك، ثاني داري شنو؟ ولا أي شيء. الفائدة الثانية أنك تدخل الجنة. الزول بيصلي ويجي في البرد في الصبح، يجي جسمه يرجف من البرد، ويقوم يغتسل ويتوضأ، ويجي في الشارع في الظلمة والكلاب، ويجي لحد ما يدخل المسجد ويصلي، والعشاء يجي تعبان من الشغل يقوم يصلي، ورمضان نفسه يأكل، نفسه في الأكل يخلي الأكل لله سبحانه وتعالى، يخلي الشراب، وتلقاه شغال في السوق عرقان وصايم، والله اداه قريشات بدل يشتري عربية ولا حاجة ولا شيل أولاده، يقوم يسافر يحج بيت الله سبحانه وتعالى، ويطوف والسعي بين الصفا والمروة، ويقف في جبل عرفات في عرفات عرفة إلى آخره، وعنده قروش يتصدق ويصل الرحم، ويسافر ويمشي ويجي ويبر في والديه ويعبد. ليه التعب ده؟ ليه الأشياء دي؟ عشان الله يدخله الجنة، يرضى عليه ويدخله الجنة، عشان انجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. لو داير الله يرضى عليك سبحانه وتعالى ويدخلك الجنة تبقى على المنهج ده. قال تعالى في الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون، شوف الكلام ده واضح كيف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولذلك يا جماعة الإنسان يسلك هذا الطريق ويعلم أنه طريق الجنة. ولما تسلك الطريق ده وتحمل الدعوة دي، أعرف أنه الدعوة دي مثل بسيط، زي الناس شايلين لهم ثلاجة، ثلاجة ثقيلة شايلينها، واحد بيجاي تكو الثلاجة، واحد شايلها بجهة المكنة، واحد بجهة بغادي بفوق، وده بيجاي مساعدين ناس، وداك مساعدين ناس، وخشوا البيت، بيصلوا محل بيخشوا باب، الباب ده ضيق قدر الثلاجة بس، الناس اللي بالجنبات ديل بيزحوا منك، بتبقى انت شايل شنو؟ شايل براك والشيل تقيل، يا تثبت لما تدخل يا ترى هو تفكها وترميها وتمش منها. الدعوة دي بيمشوا معاك ناس كتار، لكن بيجي محل مرات بتلقى نفسك شنو؟ انت دار تثبت بتبتلى. ما شفت الإمام أحمد؟ علماء كتار في زمنه لما جاءت الفتنة كلهم أيوة اتنصلوا، ووقع منهم من وقع في تلك الأشياء، وبعضهم كان يعرف الحق، ومع ذلك المهم في النهاية ثبت في المحنة ووفقه الله، نحسبه والله حسيب، وصدع بالحق ورفع الله ذكره بين الناس. ولذلك يا جماعة الإنسان يبتلى، الطريق ده ناس كتار مرات، لكن بعد شوية بتلقى نفسك يا حق يا الحق يا فلان. شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السادس من الفتاوى، الجزء السادس ده الجزء السادس هو الجزء الثاني من كتاب الأسماء والصفات، الجزء السادس هو الجزء الثاني من الأسماء والصفات، قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: وأنا وغيري صرنا في اختيار، إما أن نختار الحق وإما أن نختار ما كان عليه الآباء. قال: فسلكنا طريق الحق بتوفيق الله. قال: وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن رسول الله على الحق، كان يعلم أنه على الحق، وكان يناصره ولم يحسده. أبو طالب ما حسد الرسول عليه الصلاة والسلام،
وكان يحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وانتصار دينه على دين المشركين. شوف الكلام ده كيف. ومع ذلك لما صار بين أن يختار الأهل والآباء أو أن يختار الحق غلبته نفسه وضعف فاختار طريق الآباء فهلك. ولذلك يا جماعة إنسان دائما يخط الحق ده قدامه، وأي زول صادق ودائر الحق الله بوصله. في صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. أنت صادق، الصدق ده بقودك تصل للبر، البر كثرة الخير كما قال ابن عثيمين رحمه الله، بتصل لطريق الحق وبتصل لطرق الخير. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي رواية وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب وفي لفظ ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية والسلام. فجماعة دائما الزول يقدم الحق، دي مقدمة أنا قدمتها لبيان أهمية سلوك هذا الطريق المستقيم. وهذا الطريق ليس المقصود منه أن ينضم العبد إلى حزب من الأحزاب الموجودة الآن، أو إلى جماعة من الجماعات المنحرفة التي تنتسب إلى منهج الحق وهي تخالفه. إنت خليك زول حر، زول مسلم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، بس لا تبقى كذا ولا كذا ولا صوفي، ولا تبقى أنصار سنة، ولا تبقى جماعة تبليغ، ولا تبقى حزب أمة، ولا تبقى حزب تحرير، خليك مسلم مستقيم. قال الشيخ محمد أمان الجامي في شرحه للأصول الثلاثة قال والأصول الثلاثة هي أسئلة القبر، فيسأل العبد من ربك فيقول ربي الله، ما دينك فيقول ديني الإسلام، من نبيك أو من ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يسأل العبد عن حزبه ولا عن قبيلته ولا عن بلده، ما في سؤال في القبر يقول لك انت كنت سوداني ولا مصري، مصري انت كنت في قبيلة كذا ولا قبيلة، ما في أسئلة زي دي، ما تدعب فيها كثير، ما تدعب فيها. أدعب في الأسئلة لشنو؟ هل انت بتحتاج للأجوبة بتاعتها في القبر؟ ولذلك هذه مقدمة. أصول المنهج القويم أول أصل هو التوحيد، ده أعظم أصل. قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله تتضمن فعل الأوامر والطاعات وترك المعاصي والنواهي، يعني ما تقع في المعاصي وشيء الله نهاك عنه سبحانه وتعالى ما تقع فيه. وتقوى الله تعالى تكون في كل شيء، اتق الله حيثما كنت في كل مكان وفي كل حال، كما في سنن الترمذي حسنه وحسنه الألباني أيضا من رواية معاذ رضي الله عنه ومن رواية غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإنت تكون تقي، والتقوى دي حتى قل ذنب ما تقع فيه تحاول تبتعد منه، كما قال ابن المعتز رحمه الله فيما نقل ذلك عنه ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، خلي الذنوب صغيرها خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. زول ماشي في شارع فيه شوك بيعمل حسابه وبكون بعين تحت، لو في شوكة بزح كذا، تماشي في الطريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وماشي في الطريق أي معصية حاول يبتعد منه، ابتعد ابتعد، وأي أمر حاول قوم به. أعظم التقوى التوحيد، أعظم التقوى، لأنه ما في شيء بتتقي به وعذاب الله سبحانه وتعالى أعظم من التوحيد، ما في توحيد وترجع لله سبحانه وتعالى، ما في أعظم من ذا. عشان كده رب العزة والجلال قال في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. شوف مدح الصحابة ذي البجنو، مدحهم بالتوحيد. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة شنو؟ ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. شوف المدح ده كيف، نازل الرجال شالوا التوحيد ونشروه في البلاد. ولذلك كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد قال: ولذلك الواجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يسافروا وأن يذهبوا وأن يأتوا في القرى والبلاد ويكلموا الناس في العقيدة والتوحيد. تمشي وتجي في البلد أول شيء، ولما تمشي منطقة ثانية تتكلم في التوحيد وفي العقيدة، وده أصل الأصول. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لهم: أتدعون بعلا، بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أعظم التقوى. جاء في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الموجبتان الذي يوجب دخول الجنة والذي يوجب دخول النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي، دار تلاقي الله بالنجيضة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده أصل الأصول. ولذلك تجد مآخذ أهل العلم على طوائف أهل البدع، تجد من أول المآخذ أنهم لا يتكلمون في التوحيد، لا يتكلمون في التوحيد. جماعة تلقاه بتاعت لملمة: نعمل سويا فيما اتفقنا فيه، ولنعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تقول له الشيخ ابن باز قال: هؤلاء لا يتكلمون في التوحيد. تلقى جماعة تانية شايلين بوججن وكياسون يسافروا ماشيين وجايين. من المآخذ عليهم أنهم لا يتكلمون في التوحيد. وكذا كان داير الله يوفقك، وكان انت موفق بس التوحيد. طوال دعوة، الدعوة توحيد، محل ما تمشي دافع عن الله سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى.
بلغ التوحيد. والله قد الله يرضى عليك بنصيحة بس، نصيحة يا أخي. شوف ناس الله ذكرهم في القرآن، موقف ساعة، وجاء من أقصى المدينة رجل، الزول ألف كم كتاب، الزول عنده كم شهادة، الزول عنده كم شهادة، دكتوراه، بروف، قريات جامعة، ألف كم كتاب في الفقه وفي اللغة وفي الأصول وفي الزول عنده موقف نجيض دافع فيه عن الله سبحانه وتعالى لما انقتلوه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والدعوة دي ما تجيها كسلان وفتران، وتلقاه فتران يحنس فيه تحانيس، لا زول دعاك لدعوة طوالي تجي، إلا يكون عندك المهم عذر. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت. ديلك ما كانوا بيمنعوا ساي، ديلك بكتلوا الموضوع ده، بكتلوا فيه. بعد ده قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، ولا بدس قال لهم عديل كذا، قال لهم إني آمنت بربكم، كلام البحاريكم فاسمعون. لما في قتلوا قيل ادخل الجنة، خسران ما خسران، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني. الزول دفروا في الواطة، قتلوا دي هانة، لا وجعلني من المكرمين، الله أكرمه، أكرمه بي الله هداه للحق، والله أكرمه دخلوا الجنة. هدهد طيرة غضبت لما لقت ناس بيعبدوا الشمس، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف الطيرة دي خلت الأكل وخلت الزرع، بقت تعاين في البشر ديل، تعاين في البشر ديل، بشر ناس غريبين يا أخي، الرجال بشنبات ساوين الملك بتاعهم مرة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، الأدهى والأمر، وجدتها وقومها يسجدون لشنو؟ الشمس. إذا كان طيرة بتغضب لله، طيرة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن شنو؟ يا هدى السبيل، شفت السبيل الحق ده التوحيد ده، وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، الناس زي ما يسجدوا لله، هل لا سجدوا لله سبحانه وتعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ ولذلك يا جماعة الإنسان يوحد الله ويكون عنده غيرة على التوحيد وغيرة من أهل الشرك ديل. ناس ما بيخجلوا يا جماعة، ناس ما بيستحوا في هذه البلاد وفي غيرها. زول يا جماعة مات بالراحة كذي، زول مات يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه ويقولوا الله يرحمه والله يتجاوز عنه، ولا يشيلوه أربع رجال في أكتاف ودوا المقابر ويدفنوه ويمشوا يعتر وينادوه، أخير ياتا الأولى ولا الثانية؟ وزول مات أنا بناديه، وهسه أنا عندي حيطة واقعة، البنا ده ما مش ليه في البيت العصر، ها معلم بكرة أنا حاجزك وكذا وفي حيطة لازم تجي تبنيها لي، ومرات تدي عربون، مرات تدي قروش ذاته، وبراوة البنا ما بيقدر بيجيب معاه شنو؟ طلبة. ده حي ومجمك في الفريق وما قادر براوة يجيب معاه مساعد عشان يبنوا حيطة، زول عربية دارة تنقلب ينادي له ميت كذا، سيدي حلوها كيف ذات
لك مشاكل في البلد ده، عشان كده احنا ما قادرين نتقدم لقدام، ما قادرين. زي ما قال اخونا شيخ ضحاوية قال جداد يحمروه يظبطوه بعد ده مسيخ، مسخوا الشرك ده والله، قال اي شيء مسخوه علينا. بلد كلها زراعة يا اخي، ما قادرين ناكل زي وانا ما مشكلة ناكل. صحابة دين ربطوا حجار رضي الله عنهم، خايفين على الناس. والله يا جماعة خايفين على الناس من عذاب الله. يعلم الله المستوي على العرش أننا نخاف عليهم وعلى أنفسنا من عذاب الله تعالى. يا جماعة الزول لو زوجته ما خلقها، الزوجة دي انت ما خلقتها، قالت ليك أنا بحبك انت وبحب ود الجيران، ما بتشيل عكازك يا مرا كذا، يقول لك كلام غير ده. لا لا بس أنا بس الموضوع ده ما بخليه، انت ما بتتضايق؟ نحن ما قلنا لك شيل عكاز يا اخي، انت الله ده خلقك عديل، خلقك عديل، تقول لا انا بناديك ونادي فلان؟ هي دي انت ما خلقتها، دي ما بترضى كلام. تقول لا انا بنادي بناديك انت يا الله وبنادي فلان، وفلان عنده شنو؟ فلان عنده شنو؟ هسه دي ده كوز شالوا فلان ده، انا داير اشرب عطشان، بقول لي محمد ده شايل اقول له اديني اشرب، ولا اقول لي ذاك العطشان الزي اقول له اديني اشرب؟ مش للي عنده الرزق منه اجاب الفقي شنو؟ انا داير الفقي ده تدخلوا في الموضوع ده شو؟ الجنب يدي منه يا جماعه، الله الفقي تدخلوا في الموضوع شو؟ الكربه اللي بيرفعها منه الله سبحانه وتعالى، ده تدخلوا شنو؟ ده واسطه، الواسطه بجيبوها لشنو انت قال؟ الواسطه بجيبوها لواحد من اثنين، يا عشان الزول اللي عنده الشركه او عنده المصنع ما بعرفك انت، انا داير اخش في مصنع والمصنع ده انا سيد المصنع ما بيعرفني، بيقوم بيعرف فلان، بيعرف شيخ نورين ده محمد ده، يقوم محمد يمش له يقول له يا اخ والله يا احمد ده زول شغله تمام وزول عنده خبرة والزول ده زول أمين والزول ده زول نشيط والزول ده زول بيلتزم في الشغل، الزول ده وظيفته شنو الواسطة؟ عرف سيد المصنع حال شنو؟ في مخلوق الله ما بيعلم حاله؟ انت خاشي واسطة ليه؟ انت خاشي واسطة ليه؟ دي واحد. اثنين، يكون بيعرف حالك لكن ده بيقرب الزول الدار الشغل لسيد الشغل، بيقربوا له توسط له. الله سبحانه وتعالى قال لك لو دار تقرب مني اي تجيني عديل، ما تجيب لي فلان وعلان من الناس. واذا سالك عبادي، واذا سالك السؤال الكلام ده للرسول عليه الصلاه والسلام، قال للعباد لما يجوا يسالوك انت يا محمد، واذا سالك عبادي عني كان سالوك ايوه أها تعمل شنو؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب شنو؟ دعوة الداعي إذا شنو؟ ما إذا جوك أنت يا محمد وانصح سألوك قالوك أها أبعيد ربنا فنناديه قريب فنناجيه، سألوك عني ما قال له لو داير الزول لو داير خير يجيك انت يا محمد حتى يجيني انا، لا لا. واذا سالك عبادي، هم عبادي انا، هم عباد الله، واذا سالك عبادي عني جاوب براو، ما قال لي قل، لا لا، فاني هم سالوك انت لكن بجاوب انا لانه الموضوع ده ما داير واسطه، فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تكيف بس ترفع يدك لله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم شنو؟ ده الرشد، الرشد في الدعاء والرشد في التوحيد، وضد الرشد السفة، ضد الرشد السفة. ولذلك من السفة أن تدعو غير الله، ومن السفة أن لا تسأل الله سبحانه وتعالى.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اسأل الله يا أخي ضرع لي الله ده ميت يا أخي زول بتنادي ده ميت أموات غير أحياء. والله أنا يا جماعة لقيت القرآن ده ما في كلام أقوى منه لأنه ما بخلي لك مجال للشك. لما نتكلم في السحر ويتعلمون ما يضرهم وشنو لو قال ما يضرهم كفاية ولا ما كفاية؟ كفاية. لكن عشان ما تقول لا يمكن الناس ذي يكون عندهم ما يضرهم ولا ينفعهم بيكفي لك الباب طق ما بخليه متاكع بيكفي لك الشر كله ما بخلي لك مجال انت تفكر في شرك. الله قال اموات كفايه لكن عشان يزيد لك الحق حق حقا اموات غير احياء غير احياء اموات يا اموات غير احياء وتاني وما يشعرون ايان يبعثون ثاني دار اكثر من كذا. ولذلك يا جماعه الموضوع طويل جدا والله الذي لا اله غيره. الناس تدعو الله تتوكل على الله ما تدعو ميت ما تدعو غايب ده ما وبعدين ده لو عنده يا اخي بيخليك. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي خزائن الرحمه لو مسكوها للبشر خزائن الرحمه كلها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن الله كريم الله بيديك ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نادي الله يا أخي درع له. ولقد نادانا نوح ما الله ما قال فاستجبنا له. ولقد نادانا نوح فلنعم كذا انت ما تفكر فيه فلنعم شنو المجيبون. تسأل الله جل وعلا وتتضرع لله وتتعلم من دعاء الأنبياء شوفهم بينكسروا لله كيف. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا يا الله ما تخليني براي شو الانكسار ده كيف. وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فوهبنا له يحيى وأصلحنا له شنو اللي بيصلح منه الله سبحانه وتعالى. عشان كذا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. لا تمش ليه فكي شوف ليه الجنة ما عنده شيء ما عنده. أنا أقسم بالله واحد في السلمة قال لي خش الحلقة إننا حلقة كان الله يتقبل وقفت خش الحلقة قال والله يا جماعة أنا كنت بشرب كوباية بيسكر كنت بشرب كوبايه مشيت للفكي اسف بقيت اشرب كوبايتين يعني ده جاي كحيله شنو اما اذا صح التعبير يعني ما اقول يا اخي فكي بتاع شنو يا اخي. الهدايه بيد الله. قال تعالى في سوره يونس قل انا والله الايه دي شفتها عجيبه مره واحده. اي زول يقول لك ده صالح وده زول عابد وده عنده مكان عند الله اقرا له الايه دي شوف الايه دي عجيبه كيف. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق هل بيملك الهدايه منه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. انت بتعتقد في الشيخ ليه؟ الشيخ مهتدي الشيخ صالح وانا داير اتقرب لي الله. الله دي ما دايره. ألا لله الدين الخالص. الله دار دين نظيف لا فيه شيخ لا بخرة لا محايا لا حجاب لا تراب لا كله نظيف تمش له كذي يا الله براك بس سبحانه وتعالى. قال قل
هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الجواب لا. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ده صالح. صالح كيف؟ البقاو صالح منه الله سبحانه وتعالى. هو الصالح ده بيقدر يبقي غيره صالح؟ لا ما بيقدر. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والزول ما بيقدر يهتدي براه، خليه يهدي غيره. طيب أفمن يهدي إلى الحق؟ قال ابن كثير الله تعالى قال أفيعبد العبد الله الذي يهدي إلى الحق أم يعبد عبدا لا يهتدي إلا أن يهديه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. يهدي قال ابن كثير أصلها يهتدي، يعني ده اللي اهتدى ده ما قادر يهتدي أصلا إلا بعد أن هداه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أم من لا يهتدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وبعدين يا أخي القرآن ده واضح، قالك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الحسن البصري قال ابن آدم، يعني يا ابن آدم ذنبك ذنبك، يعني احذر ذنبك ذنبك، إنما هو لحمك ودمك. لو أن الناس، والله كلام الحسن ده عجيب مرة واحدة، قال لو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيته، ولو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعته. خلقت وحدك تموت وحدك وتبعث يوم القيامة شنو؟ وحدك. براك بتقوم، داك بيقوموا براك وانت براك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فجماعة نحن وقفنا مع الأصل ده والله لمسألتين. المسألة الأولى أننا نريد تذكير الذي يعلم وتعليم من لا يعلم. المسألة الثانية لأني أرى في هذا المسجد، أرى هؤلاء الإخوة وهؤلاء الآباء وهؤلاء الشباب الصغار والكبار، أرى فيهم يعني علامات وأدلة الاستقامة، نحسبهم والله حسيبهم. ونحن ما دارين الزول يا جماعة يكتفي بالاستقامة لنفسه، بل يبصر شنو؟ غيره، يبصر غيره. يا أخي كم مرة يا أخي الليلة في الموت لآخر لحظة تنادي في الشيوخ، كم مرة؟ ليه في الإزعاف تكورك يا فلان ويا ناس فلان وكذا، لما انت تلاقي الله وهي بتنادي في فلان. والله قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، اللحظة ديك صعبة، اللحظة ديك صعبة، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وينون اللي بتنادون؟ ملائكة بيسألون في الموت وينون اللي بتنادون؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دي أشد شهادة، تقول من أشد أنواع الشهادات، تقول أنا كنت كافر. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. خشوا النار الشكل جوا ويتلاعنوا. وقالوا في الآيات دي في سورة الأعراف، في سورة صاد، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من أهل الشرار. قال ابن كثير هذا كأبي جهل، أبو جهل يقول أين بلال أين ابن مسعود كنا نعدهم من الأشرار. شايفين نفسهم على حق أو شايفين نفسهم كويسين؟ وديل الصحابة كانوا أشرار. ده حال الليلة كثير من الناس، عقيدته في البشر
وشايفك انت زول التوحيد زول شر. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عليك الله النار دي بتتحمل خصومة ما عذاب ده بعد ده شكل جوا النار. والزول السين ساكن عمارة عنده مشكلة كل يومين بيمشي المحكمة تعبان خلي جوا نار جهنم وشكله نازل. كلما دخلت أمة لعنت أختها. ولذلك يا جماعة نحن والله ده قصدنا يعلم الله الله يتقبل الناس دي كلها تشيل دعوة التوحيد هسه دي كم نفر الله يتقبل منك كلكم. لو أي زول اشتغل توحيد في النسوان محارمه في البيت وفي غيره ذاته لو لقاهم في مجمع ودوه فرصة تكلم بضوابط شرعية وغيرهم الشباب والرجال والكبار والصغار الزول أبوه تلقاه عيان الدربات مركبة وعلامات الاحتضار تظهر عليه ده أعظم البر. تلحق أبوك هنا تلحق أباك تلحقه في آخر لحظة يابا الله كريم الله تموت يعني تخليه يموت وهو يحسن الظن بالله تخليه يموت وهو على التوحيد يابا ما في شيخ بينفع ما في كذا ما في كذا ما في كذا 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 إلى آخره. والله واحد يتكلم في التوحيد قبل كم سنة الزول لاسي الله يهديه الزول يتكلم في التوحيد قبل كم سنة كان عندنا معاه صحبة في الحصيصة وجحك لي الكلام ده أنا ما حضرته في رمضان يتكلم بعد الظهر في التوحيد قال لي أنا ما خليت مسألة من مسائل الشرك ومسائل التوحيد بعرفها إلا تكلمت فيها في الحصيصة في رمضان المسجد طبعا في الظهر شنو ملان. قال لي والله انتهيت جزول كبير في السن عمك كبير يشك في الناس قال لي زول كبير يشك في الناس قال أول ما وصلني خدت راسه في صدري وقاعد يبكي قال عمك كبير قال لي انت وين من زمان قال وين من زمان انت كثير كذا الأمة المجتمع ده فيه خير نعرفوا السودانيين ديل كتار فيهم خير لكن منو اللي بينبه منو اللي بيبصر شرك توغل وانتشر ودعاة الباطل ينشرونه بين الناس. ومن أسوأ ما قام به أهل الشرك في هذه البلاد دعوا إلى الشرك وأصلوا الشرك وخدعوا الناس بقصص أوهام وحبوبتي حصل ليه وجدي حصل ليه وكذا ومشت ادوها ورقة خطتها في الحيطة الخاتم بعد راح جراجع راجع وغنمايتي جابوها ناس يجيبوا في الغنم وفي غيره نشروا الشرك واحد. الثاني قفلوا باب التوحيد أي زول يتكلم في التوحيد بيقول لهم ده زول نبز زول نبز اللي بيقول الله كريم بيقول الله رحمن رحيم خلوا الشيوخ نادوا الله ده زول النبز. إذا ده زول الكعب السمح ياتو إذا ده الكعب والله بيقول لك ومن أحسن قولا من ده ذاته ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وانت بتقول ده كعب وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالناس يا جماعة الدعوة ده أي زول يخدها في رقب ما يقول فيه في شيخ فلان قاعد في البلد وفي طالب العلم الفلاني قاعد وما شاء الله الناس القايمين بالدعوة شارك في الدعوة شارك تقدر تتكلم الحمد لله تقدر تصعد المنابر يصدع بالحق خليك قوي في صدع بالحق صح مع الرحمة والرأفة بالناس والتلطف والرفق إلى آخره. والمدعو ده يحس إنك إنت ما جاي تنتغم فيه إنت جاي دار للخير دار تسوقه من الشر ودار للخير وتبين التوحيد بأحسن أسلوب. ناس الطماطم بيرشوا فيها سواها زي المندية هي ما هي وسخانة ساي يرشوا فيها طماطم منها صلصة وبلبلة. إنت زول توحيد التوحيد ده تقدم الناس أحسن شيء يا أخي بأحسن عليك الله. نحن لو بندعو للشرك ما كان تعبنا نقعد نسويها حجة أبويا الشيخ وضرب الحجر تمساح وقلبه حجر وانت ما تقلب الحجر تماسيح وتعال سوي لك حديقة خشي الناس ذات تلقى لك قروش تعرف بس ما لقيت فقي بتاع خير كلهم بتاع مضرة عتود قلبه حجر كلهم بتاع ضرر. انت ما تقلب الحجار عتان وبيعهم في السوق ذات والأيام دي غاليات تقلب في اللي هنا
وكلها بلاوي ومصايب. الناس دي تعرف التوحيد تنشره بين الناس. قدرت المنبر الحمد لله، ما قدرت ما مشكلة، ولدك في البيت وريت توحيد. قول لك أن انقلبت السفنجة ما تخاف منها، ما تقول السفنجة كان انقلبت معناها أحوالي بتنقلب. وري وقول لك أن جات كتاحة ما تكذب، ما تقول محمد معانا ما تغشانا، ده كذب زاي كذب. استعين بالله سبحانه وتعالى، ولا من عربية جالة تنقلب ما تنادي الفقيه والشيخ، نادي الله سبحانه وتعالى. يا ولدي خليك موحد، خليك يقينكم في الله تمام، توكلوا على الله، ما تعلقوا حجاب، ما تعلقوا كمون، ما تعلقوا وراق، ما تعلقوا كذا، ما تعتقدوا في كذا، خلوا عقيدتكم في الله تمام. دي صعبة يا جماعة. وري أولادك في البيت، وري أصحابك. كان الله وفقك اشتريت كتب نافعة وزعها بين الناس، انت داعية، انت داعية. ولذلك الإنسان ينشر هذا الخير بين الناس، ده أصل الأصول. الأصل الثاني الذي في هذا الحديث قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وده أصل من الأصول. خالف فيه الخوارج بكل أصنافهم، الخوارج شتى وأصناف، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لنمعة الاعتقاد. الخوارج أنواع، منهم من يخرج بالسيف يقاتل، ومنهم من يخرج بلسانه، وهؤلاء هم القعدية كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وديل هسه في ذاته شغالين فيسبوك واتساب، ويهيجوا الناس في المنابر، وهؤلاء وكذا وكذا وكذا. نحن باختصار شديد دي وصول ذكروها في القرآن والسنة، نحن لازم نذكرها للناس، وإن وصفونا بشتى الأوصاف. واحدين يقول لنا انتوا كيزان، نحن ما كيزان، والكيزان ما بيرضوا مننا ذاته. يقول لك انتوا مع كذا، انتوا ذاته بتجيكم حاجات، تجينا شنو يا زول؟ شغالين في السوق ده وتعبانين معاك، الله يتقبل. تعبانين معاك يا أخي. قبل يومين راكب معاي واحد في ركشة، عمك كبير قال لي كذي، أنا راكب وهو وراي، قال لي أسمع، بتشبه لي واحد أخو مسلم في اليوتيوب الأيام دي يدافع عن الحكومة ساي، تكون يا هويتا؟ قلت لا حاجة، أنا ما أخو مسلم. والله قال لي أنت من صوتك ده يا هو ذاته يا حاج، قلت لا أنا ما أخو مسلم. لا انت بتقول لي يا ولدي الحاكم ده والظلم، هسه انا لو اولادي في البيت وبظلمهم وكذا. قلت لها حاجه، لو اولادك بتظلمهم بطردوك من البيت التابون، بطردوك وبخلوا لك البيت، ولا بيقعدوا يناصحوك يناصحوك. النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ده ما كلام سياسه ولا نحن بتاعين سياسه، ده كلام في الكتاب والسنه. النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في ناس السنة دي بيقبلوها، مما يجوا في الحديث ده وفي الحكم ده بيتجرسوا طوالي، ولك هذا ولا العيش. الرسول قال لك اصبر. لا البنزين كيف وتعبنا، ما قال لك اصبر. الحديث الثاني وأكتفي به، كفاية لمن كان يريد الحق، أيضا في صحيح مسلم من رواية عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك الله شوف الحديث ده واضح كيف، قال: خيار أئمتكم أفضل حكام ليكم، قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم يعني تدعون لهم بالخير، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم بالخير. أفضل حكام، قال انتوا بتحبون هم بيحبوكم، شعب بيحب الحاكم والحاكم بيحب الشعب، والشعب بيدعو للحاكم بالخير والحاكم بيدعو للشعب بشنو؟ بالخير. تعال شوف الفقرة الثانية، قال: وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. انت تراه بتلعن فيه وهو شنو؟ بيلعن فيك. ايوه. وتبغضونهم ويبغضونكم.
انت بتبغضن وهم بيبغضوك، اي واحد لابد للثاني، وبتلعنن وهم بيلعنوك. قال الصحابة، قال عوف بن مالك رضي الله عنه: قلنا أفلا ننابزهم يا رسول الله. صحابة شجعان، ها سيوف نادين سلة، الناس ذيل الشرار ذيل اللي بنبغضن وبيبغضونا ونلعنن وبيلعنونا، أفلا ننابزهم؟ ده مش سؤال واضح يا جماعة؟ مش مفروض الجواب بعد يجي من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الكلام انتهى. أفلا ننابزهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب نحن حقنا بمش وين؟ حقكم في قيامة. طيب لكن الشغلة دي كيف يا مولانا؟ الظلم إن مركت بيجي ظلم أكبر منه. انت عاسب العيش بتجاسب فيه، العيش تجاسب فيه إذا يعني بفهمون تأكل وتعبان، إذا مركت لا بتلم في عيش ولا بتلم في ظهرك ذاته، وده الحاصل يا جماعة بالعموم. نحن بنقول بالعموم، ولذلك المسألة ده أصل من الأصول المقررة، ما جابوا الليل عشان يقولوا تابع لحكومة فلان ولا علان، أصل ده قديم جدا. قال أبو جعفر الطحاوي، ده الناس القرن الثالث الرابع من الهجرة، أبو جعفر الطحاوي قبل 1000 سنة، 1000 سنة، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن ظلموا وإن جاروا. ليه وإن ظلموا وإن جاروا؟ لأن المفسدة اللي بتترتب على الخروج أشد أشد. كان الليلة بتأمن على عرضة كسري، وإنت مظلوم في أكل أو شراب وبتأكل ما ربط حجر، لكن مضغوط، لمن تخرج لا بتأمن على عرض ولا على غيره. وكان الليلة في ضيق لكن في أمن، بكرة بكون في ضيق وما في أمن. انت عازب بيت مؤجر ليزول، بيت مؤجر، الزول بيمرق بتمشي تفتح شنو؟ بلاغ، لأنه في حكم ولا ما في حكم؟ في حكم، وفي النهاية حقك بيرجع عليك، والبلد فيها لافين وماشين وجايين إلى آخره، القتل محدود، القاتل ما بيقدر يقتل لأنه شنو؟ الدائر يقتل بخاف من المشنقة أو بخاف من القصاص، وده الصحيح، وهكذا. فهذا هو الأصل الثاني، من خالف في هذا الأصل فهو مبتدع، فهو مبتدع. الأصل الثالث من الأصول سلامة صدورهم أهل الحق، سلامة صدورهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس الحق يا جماعة بيحترموا الصحابة، وصدور سليمة تجاه الصحابة، ديل نقلوا لنا الدين، نقلوا الدين وجاهدوا في الدين ده. قال الذهبي رحمه الله: قال طلحة بن عبيد الله: قاتلت يوم أحد، قال: فأصبت في كل موضع من جسدي حتى أصابني سهم في ذكري. شوف الابتلاء ده في الدين كيف. قال ابن الجوزي: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول: هذا يوم طلحة، ده يوم طلحة. وأصيبت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسروا سنونه وشج رأسه، فجاء طلحة فجثى، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل بيده حتى قطع أصبعه، قطع أصبعه طق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. ذيل شالوا الدين كذب. بلال رضي الله عنه كانوا يضعونه في رمضاء وحصباء مكة، سخانة شديد وهو عاري الظهر، ويضعون من فوقه صخرة ويقولون: حتى ترجع للات والعزى، فيقول: أحد أحد، بس كده. خباب بن المأرد رحمه الله كانت مولاته تأتي بالنار، تضرم النار وتضع فوقها الحديد، تجيب السيخ حتى يحمر
الحديد يبقى أحمر. شوف السخانة دي كيف وفي النار. قال فما يطفئه أو فما يطفئها إلا ودك ظهري، رقدوني فيها لما تنطفئ. وهو ثابت على الدين، ثابت على الدين. ده المرجال يا جماعة، ونقلوا لنا الدين ده. وأبو يرجعوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حملوا الدين وصبروا وجاهدوا ويبتلوا. ديل صدورنا ما تكون سليمة عليهم؟ أقل شيء نقدموا لهم مش نذكرهم بالخير؟ قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدرك ده يكون سليم تجاه الصحابة، ما تضعن فيهم، ما تقول دي الناس دنيا. علي بن أبي طالب قال ابن الجوزي في صفة الصفوة في ترجمة علي وهو أمير المؤمنين، البلد كله الحاكم بتاعه، قال ابن الجوزي خرج علي بن أبي طالب إلى السوق وهو يحمل سيفه يهزه. شو الموقف ده؟ أمير المؤمنين قال وهو يحمل سيفه يهزه في السوق ويقول من يشتري هذا السيف، من يشتري هذا السيف، لكم دفعت به الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كنت أملك ثمن إزار ما بعته. أنا سيفي ده عزيز علي، زمان جاهدت به، لكن كان عندي قروش قدر إزار بس، ما كان بعته شنو سيفي ده. ده الناس دنيا. وأمير المؤمنين ده ما كان أي شيء دايره، لو دايره ما كان أي شيء شاله. ليك يا جماعة وي صحابة ديل خط حمر، البصل كائنا من كان يترك لا كرامة له. الشيخ سليمان رحيلي قال له بعض الناس قال بأن الصحابة اقتتلوا في السلطة، قال هذا مخذول، الذي يقول هذا الكلام مخذول. شيخ الفوزان قال له عندنا داعية يقول بأن الصحابة اقتتلوا في السلطة وإنما أرادوا بالسلطة الوصول إليها من أجل الخير. يعني ما دارين ذاته عشان دنيا، دارين صلوا عشان يطبقوا الحدود وكذا، مش التمسوا له عذر في السؤال. قال هذا الذي يقول هذا الكلام إما جاهل ولم يقرأ كتب العقيدة ولم يدري ولم يعرف مكانة الصحابة، أو أنه متسرب من الشيعة أو فيه رفض أو تشيع. يقول لي وده بعد التمسوا له عذر، ما يصح. دي الناس الله أثنى عليهم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم دي شنو؟ وما في قلوبهم دي شنو؟ دي جوه ذاته. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك يا جماعة إنسان دي مسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كان جو يذكر لك الصحابة أمسك طوالي من الكلام من الوقيعة فيهم، وإنما تذكرهم بالخير. وقد قرر هذا العلماء في كتبهم ومصنفاتهم وفي كتب العقيدة والمنهج ككتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أصول أهل الحق مفاصلة أهل البدع والرد عليهم، الرد على المخالف والابتعاد عنهم، لمن صفات. وهم يحذرون من أهل البدع، ما صاحب حق جالس مبتدع، ما جالسوا. أسد بن الفرات رحمه الله
ذكر حديث الرؤيا إنه الناس بتشوف الله في الجنة إذا أدخل أهل الجنة الجنة إلى آخره، حديث في صحيح مسلم، حديث صهيب رضي الله عنه، أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كهذا الحديث، إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. قال وفي المجلس سليمان المعتزلي، ديل طبعا منكر الرؤيا، قال فهمهم بقى يعني بالدارج بقى يطنطن يعني يطنطن كلام ما عجبه، قال فقام إليه أسد بن الفرات، كلام تلقاه في كتاب إجماع العلماء في الهجر والتحذير من أهل الأهواء، شيخ خالد ابن ضحوي الظفيري، قدم له الشيخ ربيع المدخلي وعبيد المدخلي وزيد المدخلي عبيد الجابري وزيد المدخلي، قال فقام إليه أسد بن الفرات وأخذه من طوقيه وجبذه من لحيته، شوفوا المسك المبتدع ده، قال ثم أخذ نعليه فضربه في رأسي حتى أدماه. كانوا شديدين على أهل البدع، ما كانوا بجاملون، مبتدع مبتدع ويحذر منه، وده منهج القرآن والسنة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أنت تقعد معه حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، قال لك ما تقعد تصنقر له، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي في هذه الآية مجانبة أهل الضلال والمبتدع. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. في حديث فيه آية، حديث وفيه آية، واضح في الباب ده، أي زول يناقشك يقول لك لا يمكن بعد يخلي بدعته ممكن وكذا آخره، خلي أي كلام، خلي كلام الحسن البصري وخلي كلام فلان وفلان، بس أدي الحديث، حديث في البخاري وفي تفسير ابن كثير لسورة آل عمران، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مش واضح يا جماعة؟ رسول يقول لك أحذر، أنت تقعد معاون ولا تقول عاون. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، ده في البخاري ومسلم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو؟ الكير. فحامل المسك إما يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، زول اللي بيبيع الريحة دي حامل المسك يا أداك هدية أنت مستفيد، ولا اشتريت منه أنت استفدت شلت ريحة، ولا لو ما اشتريت منه ما أداك هدية بديك تجربة، صح ولا ما صح؟ يقول لك مد يدك كر تدوز، هو بيمش والريحة بتكون شنو؟ قاعد انت في النهايه مستمتع في كل الاحوال، انت في النهايه انت بتستفيد. ده جليس الصالح، ان جالست ما بتخسر في الغالب يعني بتستفيد يعني. واما جليس السوء فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك او تجد منه ريحا منتنا، زول بتاع ذاك اول شيء ذاك مروحه ما بتكون عنده، بيقعدك في السخانه لان مروحه بتطفي، ليش شغلته دي؟
يجيبوا لها الحديده يقلبها عتله. وحديده مسخنه انت بتقعد جنبه ده. بعدين بيجيك شراره تعوقك يا هو ولا شنو؟ ثيابتك قد لك. ده عشان كذي ما بتلقى الناس ملمومين في محل نافخ الكير، لكن قد تلقاهم ملمومين في مكتب بتاع اتصالات ولا كذا، التكييف ضارب ولا صيدليه يتونسوا. اذا كان صاحب المعصيه جليس سوء كنافخ الكير، ايهما اعظم واضر، المعصيه ام البدعه؟ البدعه كما قال سفيان رحمه الله تعالى. طيب اذا صاحب المعصيه نافخ كير فكيف بصاحب شنو؟ ده بقعد معانا. وصاحب البدعه ما بدك لا طوالي طكه دي، يقول لك تعال ابقى معانا مبتدع، مبتدع تعال ابقى معانا نبقى كلنا مبتدعه وكذا، ما بقول لك كذي. يقول لك قال رسول الله، قال الله، قال فلان، قال شيخ فلان، قال العالم الفلاني، قال كذا. شويه 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 لحد ما تطمئن له، في نص الكلام ده شنو؟ في نص الدسم خدت لك شنو؟ السم، السم. وانت بعد شويه تبقى تدافع عنه، زول ده عالم، زول ده خطير، زول ده كذا، زول ده كذا 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 الى اخره. يا جماعه الانسان يعني يجانب هؤلاء، يفر بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها شنو؟ اختلف. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. تجانب البدع وتجانب اهل البدع، وتجتمع مع المسلمين، مع المستقيمين والمسلمين، تتعاون معهم على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، لا تعاون هؤلاء أهل البدع. قال الشيخ الفوزان: كما يقال الماء على دينك ما يعينك. زول أصلا منهجك ومنهجه، منهجك ومنهجه يختلفان، لا يعاونك. تعالى يقول لك أروح محاضرة عن التقوى، تمشي محاضرة، بكرة مما تتكلم في التوحيد وتبين يقول لك لا 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 ما اتفقنا عليك، هذه بتجيب لنا مشاكل وكذا وكذا. يقول لك هاي يتكلم في الشيعة، تكلم في الشيعة ويتكيف، تجي تتكلم في القوم التانيين ديل يصرخ يقول لك ما تكلم في الناس، والشيعة جندب ولا قبور؟ الشيعة ديل ما ناس ذاته، هو دار ناس معينين. الكلام يطول ونحن نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. في اصول كثيره جدا ذكرها اهل العلم في مصنفاتهم، مسح على الخفين ومسائل القدر، فيها اصول معروفه الايمان بالقدر، وكثير من المسائل والاصول المقرره، لكن نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على